يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة أدخلت آلة تنظيف في أذنها، وسبب ذلك جريان الدم من أذنها، فلما رأته حلفت من شدة القلق على أن لا تعيد هذا الفعل، ثم نقضت يمينها. سؤاله: هل يسقط الحلف عند شدة القلق كما يسقط الطلاق عند شدة الغضب؟ لا، هي تتصور ما تقول، حدث أنها ما تدخل الأذن، هي أذنها وهي تتصور ما تقول. الطلاق لا يقع إذا إن الإنسان زال شعور ولا يدري ما يقول. نعم، كذلك الحلم. نعم.